تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمر جابر خليل، عقدت اللجنة العليا لمتابعة تخصيص قطع الأراضي السكنية اجتماعها الدوري لمناقشة إجراءات استكمال المسوحات لحصر قطع الأراضي السكنية المخصصة للمشمولين في أقضية بيجي والدور والشرقاط وفق الآليات القانونية والإدارية والفنية. وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تجاوز المعوقات والوصول إلى نتائج إيجابية بهذا الملف الذي يهم شريحة واسعة من أبناء المحافظة.